صحفيين في العالم سنوات وبين نشتغلوا بكل وطنية وبكل جهد إن شاء الله باش نردوا هذه المدينة لواحد المستوى عالي ونردوها في جميع القطاعات ونكونوا عند حسن ظن الناس اللي صوتت لا لينا ولا اللي صوتنا باش نكون إن شاء الله في عند حسن ظن ديالهم. كنتمنى إن شاء الله بهذه المناسبة يكون كنخدموا كلنا كمجموعة واحدة ما كاينش تفريق، وخا الناس اللي ربما ما امتنعوا عن التصويت أو هذا حنا غنضمهم بينا وغادي نحاولوا باش نشتركوا، والهدف هو مدينة فاس اللي رجعوا إن شاء الله.